شكرا جزيلا لهاد الناس كاملين اللي وقفوا معنا وقفوا كانوا في الجنب ديالنا، وحنا فرحانين بزاف صراحه لانني الله تعالى رزقني بواحد العرس اللي ما كانش في الحسبان. الحفل كان زوين بزاف، الممثلين بونو المغنيين والممثلين اللي كانوا هنايا كاملين كيعجبونا بزاف بزاف بزاف، وكان لنا شرف كبير نتلاقاو بهم وتكون هاد اللمه هذه هنايا كبيره وكبيره وكبيره بزاف. الحفل داز زوين صراحه، رائع داكشي، حتى المغنيين كانوا في المستوى كاملين، وكنتمنوا الاعاده ان شاء الله العام الجاي ثاني. وصراحه انا اليوم فرحان لان كنشوف الناس كاملين كانوا فرحانين، وكنشوف بان العرسان كذلك كانوا فرحانين، دوزوا العرس ديالهم بسلام، والناس كل الجاليه كانت فرحانه معاهم، وهذا هو اللي كنا كنتمنوه. كنتمنوه الناس وحتى الناس الاجانب اللي جاوا حتى هما شافوا واحد شي حاجه جديده، وشافوا واحد الكولتوره ديالنا، وهذا هي الرساله اللي بغينا نوصلوا لهم. والى الدوره الثانيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.